إخوان، السلام عليكم. جيناكم الإخوان اليوم بفيديو جديد. هنعرفكم الإخوان على النبتة المفضلة لطائر الحسون في هذا الوقت، هذا في هذا الشهر هذا. الإخوان هانتوما كيفما كتشاهدوا معنا الإخوان، النبتة الأولى ها هي يا تسمى النبتة المرارة. الإخوان هادي كنسميوها عندنا حنا المرارة، ما عرفتي نتا شنو كتسميها في المنطقة ديالك. هاهي الإخوان، هادي النبتة الأولى، هادي نبتة الإخوان صحية لطائر الحسون. نحطوها الإخوان مزيانة لطويرات في هاد الفصل هادا. وكاينة نبتة أخرى الإخوان، وها النبتة الثانية الإخوان، تسمى بنبتة القرص. هاهي الإخوان، هذه هي النبتة الإخوان الثانية. هاهي كيف ما كتشاهدوا، هذه حتى هي الإخوان صحية لطائر الحسون. وكنصحكم الإخوان تقدموا هاد الطويرات ديالكم، خاصة في هاد الفصل هذا الإخوان. هاهي راه عندها هو كيتغدى على هاد الحبيبات ديالها الإخوان. انا كيف ما كتشاهدوا كتحرق في يدينا الاخوان. حتى هذه الاخوان نحطها للطويره وتعني كخي. يا اخوان حطالو في جنب القفص الاخوان، راه ياكلها هو ياكلها. تحياتي لجميع المتتبعين. انا ما شاء الله انا حتولي عسنك سنك. طويرة الاخوان باقي كي مخاول شوية، ما قدرش ياكلها قبولتي، ولكن لا بعاس من حدا ياكلها. انا الاخوان تحياتي الناس ديال الجزائر، الناس ديال تونس. راه كان باغي ياكل منا دابا. هاد النبتة الاخوان موجودة في الطبيعة هادي، يعني احطها له وهو راه ياكلها، غيتغدى عليها اكيد. طويرة هذا دار 4 شهور ومازال مخوش. اللهم بارك. شوفوا واش ياكل ولا ما ياكلهاش الاخوان. بقى كيشوف شي حاجة غريبة عنده تمايا. Thank you.